هروح معاكم أيضا يعني شيء يستحق الإشادة وشيء بديع. نجح فريق طبي بمستشفى إنا الجامعي، احنا هنا رايحين الصعيد من الشرقية هنروح الصعيد، ومستشفى إنا الجامعي عملوا إيه؟ قاموا بإنقاذ حياة مصاب في حادث قطار تعرض لبتر ساعده الأيمن، حيث تمكن الفريق من إعادة زرع الساعد الأيمن، دراعه الأيمن المبتور إلى جسده من خلال عملية مايكرو خليني أقول يعني خليني أتأكد من العملية، العملية نفسها يعني قدروا زي ما أنتم شايفين على الشاشة العملية دي مايكروسكوبية بالمايكروسكوب، يعني حاجات أصلا ما بتتكتب بالعربي، فبالمايكروسكوب قدروا يشوفوا بالجزء المبتور، واستمرت العملية قرابة 8 ساعات، يعني فضل في أوضة العمليات 8 ساعات، وقام بعدها قسم العظام بالمستشفى بالعمل على توصيل الأوعية الدموية والأعصاب وتصليح العظام وكامل الأوتار للعظم نفسه وكامل الأوتار للتأكد من سلامة الساعد. شيء يعني الصورة، تحية لكل يعني طاقم الأطباء المشرف ده اللي موجود على الصورة، يعني بجد تحية تحية كبيرة جدا ليهم. خلينا نروح للطبيب دكتور حجاجي منصور الرئيس التنفيذي لمستشفى حجاجي. دكتور حجاجي منصور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جنة، زي ما أهل جنة بيقولوا جنة الجامعية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ وكده الاسم مظبوط، حجاجي منصور. حجاجي منصور يا فندم، مظبوط يا فندم. طيب المدير التنفيذي. المدير التنفيذي، اهلا بحضرتك. اهلا طيب بحضرتك. كلمني اولا، واضح عمليه معقده صعبه جدا اشتغلتوا فيها 8 ساعات، فكلمني يعني الصعوبه كانت فين؟ هو طبعا يا فندم يعني بدايه طبعا بعد الدعم الكبير والاهتمام الكبير من فخامه معالي رئيس الجمهوريه بالصعيد وقطاع الصعيد، كانت العمليات زي كده كان مستحيل تتعمل عندنا يعني. طبعا. كان المواطن الصعيدي بيضطر يسافر القاهرة أو أقرب مكان ليه عشان يلاقي خدمة زي كده. حقيقي الدعم الكبير للصعيد وجهود الدولة في تنمية الصعيد وتطوير الصعيد والاهتمام بصحة المواطن الصعيدي اللي هو في أقصى جنوب مصر، وصلت لمرحلة كبيرة جدا في العصر اللي احنا فيه حاليا. طبعا. الماضي ده يا فندم كان جه المستشفى طبعا كان في حادثة وكان عنده الطرف مكسور تماما يعني. عندنا قسم العظام بقيادة رئيس قسم الدكتور سيد عبد الحميد رئيس قسم العظام، عندنا تخصص دقيق في قسم العظام اسمه تخصص الجراحه الميكروسكوبيه. ايوه. تخصص الجراحه الميكروسكوبيه ده يا فندم من التخصصات الدقيقه جدا ومن الحاجات اللي احنا بنفخر بيها في المستشفيات الجامعيه عندنا. استقبل الحاله وتم التعامل مع الحاله بسرعه جدا طبعا في الاستقبال، وتم التشخيص المبدئي مع عمل التحاليل الطبيه اللازمه والفت ما قبل العمليات. وطبعا احنا دايما بنحاول في الطب عموما الخطوه الاولانيه الاصلاح قبل اتخاذ قرار البتر، يعني لازم نعمل كل محاولات القصوى للاصلاح واستعاده البتر المقطوع، يعني ده طرف من الانسان هو في احتياج اليه طبعا. تمام. يعني انتوا دخلتوا دخلتوا بالميكروسكوب الاول تشوفوا الوضع ايه تماما قبل يعني ما تبدا العمليه كامله يعني. يا فندم، هي تمام. دي من الجراحات الدقيقه جدا اسمها الجراحه الميكروسكوبيه، بتبقى تحت الميكروسكوب. تمام. المريض تم تجهيزه بسرعه للعمليات، دخل غرفه العمليات، كان مشرف الفريق الطبي الدكتور حسام عطيه وهو احد الاستشاريين المتميزين في الجراحه الميكروسكوبيه عندنا. العمليه قعدت ما يقارب الثمان ساعات مع فريق تخدير وعنايه، طبعا فريق متميز جدا طبعًا. في تخدير طبعًا. الحالات اللي زي كده نقعد الفتره دي كلها، وتم بفضل الله الحمد لله استعاده تركيب الطرف المكتوب وظهور علامات الحيويه عليه، ودي علامه ان العمليه الحمد لله نجحت وان الاطراف والعلامات الحيويه على طول ظهرت بعد انتهاء الجراحه. بيبقى في اشارات مبدئيه حضرتك، تحريك الاعصاب مثلا او الايد او الصوابع والدم، ان في دم بدا يوصل للطرف. تمام تمام. أكيد أكيد يعني فرحة المريض كانت يعني غير عادية، لأنه يعني عادة بقى طبيعيا بعد العملية الجراحية دي تماما. بيبقى المريض طبعا بيتحط تحت الملاحظة، بيبقى فترة تحت الملاحظة، وبعد كده بيتعمل له بعض العلاج الطبيعي، وإن شاء الله بيبقى بعد فترة بيستعيد كامل قوته وكامل الفايدة بتاعت إيده.
وبيرجع طبيعي تماما ان شاء الله. أكيد. أنا بشكرك وبنشكر الطاقم اللي قام بهذه العملية من كافة التخصصات، بنشكركم الطبيب طبعا دكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات إنا الجامعية.